السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. دلوقتي يا شيخنا عندي سؤالين. اتفضل. مسألة جمع الجمعة مع العصر، لا بأس بذلك للمسافر. يعني بعد صلاة الجمعة ممكن أصلي ركعتين عادي للعصر؟ للمسافر خلافا للحنابلة وأنا مسافر. أيوه لا بأس، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر.